بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الضيوف الأكارم في هذه الندوة السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، وهي بعنوان تداعيات 16 عاما من احتلال العراق، الواقع وآفاق المستقبل. ستكون هذه الندوة بإذن الله تعالى في جلستين. الجلسة الأولى نتناول فيها محورين: محور التداعيات السياسية في العراق، ثم التحولات السياسية العسكرية والأمنية في العراق. في الجلسة الثانية بإذن الله تعالى سيكون هنالك أيضا سيكون محوران: المحور الأول عن احتلال العراق وتأثيره في المحيط العربي أو الإقليمي، والمحور الثاني انتهاكات حقوق الإنسان في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي طيلة المدة الماضية. الإخوة الأكارم، في كل عام نستحضر هذه الذكرى الأليمة التي حلت على العراق وعلى الأمة جميعا، فندرك جميعا أن احتلال العراق كان الغاية منه هو بداية مشروع أمريكي في المنطقة جميعا، وهذه مما أعلنه الاحتلال وليس تحليلا، فقد أراد هنالك شرق أوسط جديد، لكن الشرق الأوسط الجديد توهم البعض أنه يراد منه حرية وديمقراطية وتقدم، بينما كان المتوقع منه هو تهديم وتفرقة هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وإشاعة الفوضى فيها كما أعلنوا بما يسمى الفوضى الخلاقة. وبالفعل 16 عاما من في ظل هذا الاحتلال وهذا المشروع، رأينا أن التداعيات كانت كبيرة ومأساوية جدا. لم تقتصر هذه الآثار على العراقي وشعبه، بل تعدت إلى المنطقة، ورأينا كيف أن الآثار السلبية قد انتقلت إلى دول الجوار ولا تزال تنتقل إلى دول أخرى. في ظل هذا الصراع المستمر والاحتلال المستمر ومشاريع الاحتلال المستمرة، لا بد أن يكون هنالك وعي مستمر وتصدي مستمر لهذه المشاريع. وإذا كان الاحتلال قد أعلن في سنوات سابقة من انتهاء عملياته العسكرية، إلا أن مشاريعه مستمرة وآثاره مستمرة. في هذه الندوة كما قدمت قبل قليل نتناول عدة جوانب نسلط الضوء فيها على جوانب متعددة من هذا ومن آثار هذا الاحتلال، ثم ربما يكون هنالك نظرة إلى ما هو المتوقع أو ماذا يجب أن يعمل أو يتعمله الشعوب في ظل هذا الواقع اليوم. نبدأ بالمحور الأول مع الدكتور رافع الفلاحي، وهو دكتوراه في التاريخ الحديث، أكاديمي عراقي وباحث سياسي وكاتب، ويتفضل مشكورا بتقديم أو التحدث عن التداعيات السياسية للاحتلال في العراق وما هي سبل التغيير، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمركز راسام الدراسات على هذه الندوة، وشكرا لأخي الدكتور عبد الحميد العاني على هذا التقديم. أخوتي، الحقيقة يعني ابن خلدون يقول، أنا أريد أدخل في الموضوع بشكل سريع. ابن خلدون يقول أن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. لذلك الحديث عن ما حصل في العراق خلال 16 سنة اللي مضت لا يمكن أن يكون متكاملا ودقيقا إن لم نتحدث عن ما سبق ذلك الاحتلال. كيف حصل هذا الاحتلال بشكل سريع، يعني كيف تهيأت البيئة المناسبة لاحتلال العراق؟ يعني احتلال العراق لم يأتي هكذا بقرار فردي وسريع ومفاجئ للعالم. الحقيقة
كانت له مقدمات. ففي الطريق إلى احتلال العراق، نتحدث في البداية في هذا البحث سأتحدث عن نقطة الطريق إلى احتلال العراق وطبيعة النظام الحاكم أيضا، ثانيا طبيعة النظام الحاكم في العراق بعد الاحتلال ومخرجاته والتداعيات في العراق بعد الاحتلال وربما سبل التغيير. في النقطة الأولى الحقيقة في الطريق لاحتلال العراق، البعض من الباحثين يرى أن سنوات التسعينات في بداية التسعينات شهدت زلزالا كبيرا هو انهيار الاتحاد السوفيتي عام 90-91، انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية كلها. واحتلال العراق فيما بعد كان زلزال ارتدادي مرتبط بهذا الزلزال، رغم أن العراق ليس من الدول الاشتراكية، ليس من ضمن المنظومة الاشتراكية، لكن غياب الاتحاد السوفيتي، غياب القطب الثاني في العالم، مهد البيئة المناسبة للولايات المتحدة لاتخاذ أي خطوات باتجاه تعميم سياساتها، سياسات التفرد على العالم. لذلك حدث، بعض الباحثين يرون هذا وهو حقيقة. الحقيقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الحقيقة شعرت الدوائر السياسية في الولايات المتحدة وفي الغرب ومراكز الدراسات أن هناك فراغ أيديولوجي وسياسي في أمريكا نفسها بعد غياب طوال سنوات الحرب الباردة، عقود عديدة كانت الولايات المتحدة تعد نفسها لهذه المواجهة، كانت إمكاناتها كلها مسخرة في هذه الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، كانت لديها خطط احتواء المجال الجيوسياسي للشيوعية، الردع للقوى السوفيتية التقليدية والنووية، هذا كله فجأة لم يعد موجودا. نعم هي الولايات المتحدة عملت لسنوات طويلة ولعقود طويلة لكي ينهار الاتحاد السوفيتي، لكن لحظة الانهيار خلقت فراغ أيديولوجي كان لابد من ملء هذا الفراغ. في ذلك الوقت كان يرأس الولايات المتحدة في ذلك الوقت جورج بوش الأب، فعمم فكرة النظام الدولي الجديد، هذه الفكرة البديلة، النظام الدولي الجديد الذي يضمن هيمنة أمريكا وتفردها على العالم. ولأجل أن يسوقون هذا ويسوقون هذه الفكرة وهذه الثقافة يمهدوا لها، ظهرت أطروحة المفكر، إذا تذكروا المفكر الأمريكي الشهير فرانسيس فوكاياما اللي يتبشر بالانتصار النهائي للديمقراطية والرأسمالية والسوق المفتوح، واللي لخصها بعنوان الشهير اللي كنا نعرفه نهاية التاريخ. إدارة جورج بوش الأب الحقيقة ساندت فكرة فوكاياما ورحبت بيها، لكنها موقفت عدها هذه النظرية، طورت الأمر إلى ما يعرف بالدول المارقة، بدأت تتحدث عن دول مارقة فجأة بال91، تحدثت بالتسعين نهاية التسعين بداية ال91 كانت تتحدث عن دول المارقة، ووضعت بهذه الدول المارقة العراق، ليبيا، إيران، كوريا الشمالية. أرجو أن يكون في بالكم إيران أيضا موضوعة في هذا، ولماذا موضوعة وستوضع في قائمة أخرى. وكانت هذه رسالة واضحة للعالم، هذه الدول المارقة، أن الولايات المتحدة هي السيدة، قالت أن هذه الدول المارقة هي الدول التي لديها مشاريع لتطوير أسلحة الدمار الشامل وتسعى للاستحواذ على أسلحة الدمار الشامل، وهذه الدول لا يحق لها ذلك. وأرادت تقول الولايات المتحدة بذلك الوقت رسالة للعالم كله أنه هي السيد الوحيد ولا يمكن لأي دولة أن تتسلح أو تحدث سياساتها بالطريقة اللي تريده إلا بموافقة السيد اللي هو الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف الملتبسة، العودة إلى الجانب الآخر إلى العراق، في ظل هذه الظروف الملتبسة، الظروف الخطرة في العالم، العراق ارتكب خطأ كبير جدا بدخوله إلى الكويت في ذلك الوقت. قبل هذا كان العراق للتو خارج من حرب الثمان سنوات مع إيران حقيقة. هذا الخروج العراق بعد ثمان سنوات من حرب مع إيران عام 1988 كان الوضع التالي في العراق. على المستوى العسكري كان العراق قد حقق انتصار كبير على إيران ولا أحد ينكر هذا، وإيران تجرعت السم به مثل ما قالوا. العراق دخل الحرب بعشر فرق عام 1980، خرج من الحرب عام 1988
54 فرقة. عدد أعداد الجيش كانوا من دخل الحرب 220 ألف جندي أو مقاتل، في عام 1988 كان 1,000,000 مقاتل. هذا عبء كبير جدا وثقل كبير، وكان على العراق أن يعيد تنظيم نفسه بطريقة أخرى، لأنه هذا الجهد العسكري كبير. على المستوى الاقتصادي خرج العراق يعني باقتصاد مشوه، اقتصاد وضع اقتصادي صعب جدا جدا. النفط كان من دخله يعني بدأت الحرب عام 1988 كان سعر النفط 37 دولار، عندما انتهت الحرب كان سعر برميل النفط 14 دولار. العراق متكبد خسائر بعض المراكز يعني تحددها ب 240 مليار دينار عراقي، ما يعادل يمكن 750 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت، مبلغ كبير جدا جدا، ديون عالية، اقتصاد غير متعافي، صناعة كثير من عندها متوقفة بسبب عدم القدرة على التمويل، كانت كل الأموال اللي تجي ديون كانت تضخ إلى المعركة الحقيقة، فكان القضية صعبة جدا جدا. على المستوى الاجتماعي المجتمع العراقي كان يعاني في تلك الفترة من قضية، رغم أن المجتمع العراقي كله وقف يعني في هذه الحرب ضد إيران، لكن المجتمع أيضا تأثر كثيرا. يعني الإحصاءات تشير إلى 1,000,000 شهيد قدمنا، فمليون شهيد، 1,000,000 أسرة ترملت بها، كثير من النساء تيتموا، الكثير من الأطفال، وضع اقتصادي صعب، بطالة، كثير من المعامل كانت ما تشتغل. اضطر العراق في ذلك الوقت يستعين ببعض الأخوة من دول عربية من مصر وغيرها إلى أن يسدوا الفراغ. المهم كان الوضع الاقتصادي بهذا الشكل، وضع صعب، لديه 60,000 أسير العراق. خلل حدث في إطار السلم الاجتماعي العراقي بسبب هذه الحالة، حالة كان يجب على العراقي أن يعالجها، ولكي يعالجها يحتاج إلى المال. المال عصب الحياة، يحتاج في ترميم السياسة الوضع السياسي وفي ترميم الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي يحتاج إلى المال. ومثل ما قلت إنه سعر البرميل كان 37 وصل إلى 14، أوبك لعبة كبيرة جدا في تخفيض هذا بضغوط أمريكية وبمساعدة دول الخليجية الحقيقة. والعراق دفع بوفود إلى كثير من الدول، حاول أن يقنعهم بزيادة الأسعار، تقليل حجم التصدير لكي المعروض من النفط لكي يرفع أسعار النفط، لم يفلح. حتى قمة بغداد اللي حثت في مايس 1990 لم تستطع أن تحل هذه المشكلة. وصلنا إلى 2 آب 1990 وكان زلزال كبير آخر، العراق دخل الكويت. كانت هذه لحظة فارقة جدا في تاريخ العراق وتاريخ المنطقة وتاريخ العالم. هناك نظام عالمي جديد يريد الكل تحت أمرته. دولة مثل العراق تمتلك قدرات عقلية وقدرات بشرية وقدرات مادية هائلة جدا جدا، دخلت حرب متأثرة بالحرب نعم، لكن تحتاج إلى أموال وتحتاج لفرصة من الزمن لكي تنهض، يجب أن لا تعطى هذه الفرصة. لذلك تم استدراج العراق أنا أعتقد إلى فخ الكويت، وفخ كبير دخل العراق وكانت القضية كبيرة. العراق لديه سياسات واضحة بخصوص الوجود الصهيوني في فلسطين، لا تنسجم تماما مع مخطط واشنطن لتسويق إسرائيل ضمن هذا النظام الدولي. إسرائيل تسوق، ولحد الآن بدأت الخطوات العملية تسويق إسرائيل كدولة جارة للدول العربية الحقيقة. فلازم من تثبيت أعمدة النظام العالمي الجديد. فالمهم الولايات المتحدة سعت بسرعة إلى تعبئة العالم وحشد قوات، ربما البعض منكم يعني يعرف هذه القصص، لكن نحتاجها فقط للتذكير للتداعيات التي حصلت لماذا والآن مستمرة. حشد 30 دولة وبدأ القصف على العراق، وقصفت تحت عنوان إخراج العراق من الكويت. الحقيقة
حجم التدمير اللي حصل بالعراق، حجم القصف، طبيعة القصف دللت بشكل واضح جدا جدا أن المقصود ليس إخراج العراق من الكويت، المقصود إركاع العراق، تدمير العراق، لأنه ما علاقة محطات الكهرباء في كل العراق، ما علاقة المستشفيات، ما علاقة الجامعات، ما علاقة المدارس، مراكز المياه، يعني إسالة الماء، المياه الثقيلة، كل هذه ضربت بطريقة غريبة عجيبة. جسور يمكن أعتقد 136 أو 176 جسر ضرب في ذلك الوقت، القضية كانت كبيرة جدا. المهم كانت الحرب هذه فرصة للولايات المتحدة لدفن الماضي، دفن ماضي أليم بالنسبة لها من يعني عقبة الستينات إلى غاية 73. هذا الماضي هو ماضي فيتنام. الولايات المتحدة خسرت خسائر كبيرة بي، وصلت إلى الحد اللي هيبتها انكسرت، وضعيتها العسكرية كانت مهتزة. الآن هي تتفرد على العالم تريد أن تقول إنها هي القوة العظيمة، وقد تجاوزت هذا الماضي. وكان الاستعراض العسكري على العراق بطريقة غريبة عجيبة، حتى استخدام الأسلحة طريقتها كانت فيها استعراضات، واستخدم الإعلام بطريقة غريبة عجيبة لهذا الاستعراض. المهم كانت أمريكا قد خسرت في حربها في فيتنام 60,000 قتيل، 154,000 جريح، مئات الأسرى. طبعا فيتنام خسرت 2 مليون قتيل و3 ملايين جريح و12 مليون لاجئ. في عام 92، بعد هذا كله في عام 92 طبعا فرض الحصار على العراق. كنا خارجين من حرب 8 سنوات، فرض الحصار، وكأن الحصار بعد ذلك افتهمنا أنه هذه فترة تمهيدية لحرب أخرى، وهي فترة متصلة مع بعض، هي جزء من نفس الحرب، نفس الحرب لم تنقطع من عام 80 لغاية 2003، نفس الحرب، لأنه الحصار كان حرب أيضا بشكل أو بآخر. طبعا هذا الكلام ليس له علاقة بنظام ولا حديث عن نظام، أنا أتكلم عن العراق، تاريخ واقع ما حصل في العراق. المهم في عهد بيل كلينتون عام 1992 ظهرت سياسة التدخل لأغراض إنسانية، تكملة للنظام الدولي الجديد، تدخل لأغراض إنسانية، أمريكا تتدخل بالعالم. فبدأت تروج لهذا لغاية عام 1998، فيما يخص العراق أصدرت قانون يسمى قانون تحرير العراق، كلكم تعرفوه. جاءت اللحظة الفارقة الأخرى أيضا، وهذه كلها في سياق الحديث عن ما في الطريق إلى احتلال العراق. 2001، 11 أيلول سبتمبر 2001، حدث الكبير، القصف، اللي هجمات اللي تعرضت لها برجي التجارة العالمي بنيويورك وعلى جزء من البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية. الولايات المتحدة استغلت هذا بشكل، استثمرت هذا الهجوم بشكل كبير جدا جدا لتثبيت النظام الدولي الجديد هذا اللي جاءت به. فبدأت تتحدث في ذلك الوقت عن مفهوم اسم الدولة الفاشلة، غير الدولة المارقة، الآن الدولة الفاشلة. وهذه الدولة الفاشلة عام 2016 تغير بس التعبير، بس الاسم تغير إلى الدولة الهشة تجميلا، هو الدولة الفاشلة. وقالت إنه هذه الدولة الفاشلة سياساتها غير قادرة على التنمية، إحداث تنمية، غير قادرة على تحديث نفسها، لذلك هي تخلق بيئة مناسبة للإرهاب، لذلك كل الدول الفاشلة هي دول إرهابية، فبالتالي هذه دولة إرهابية، دول إرهابية، ووضعت قائمة في هذه الدول. من هذه الدول أيضا اللي وضعت أفغانستان، العراق، إيران، السودان، سوريا، الدول الفاشلة هذه. إيران، أعود مرة أخرى هنا، إيران ذكر اسمها في الدول المارقة وذكر اسمها في الدول الفاشلة، لكن يعني في الحالتين لم يحصل لها شيء، وتركت إيران وكأنه موضوعها فقط ضمن قائمة لكي يغطى عليها. عموماً المعايير اللي وضعتها أمريكا للدول الفاشلة ما زالت لحد الآن قائمة على العراق. لو أمريكا تحاسب سياساتها لكان اعتبرت النظام الآن الموجود بالعراق، لما هي قائمتها هذا النظام وهذا هاي العملية السياسية، لكان اعتبرت هو من الدول الفاشلة. وهم يقولون، صندوق السلم العالمي يقول أن العراق دولة فاشلة، والدولة الفاشلة هي الدولة
اللي غير قادرة أن تحدث نفسها والغير قادرة أن تخلق تنمية، ففي الحالتين هي دولة يعني تخلق إرهاب. في ظل هذا الوضع حتى يسوقون لهذه الفكرة ظهر الكاتب والمنظر الأمريكي الكبير صمويل هانتنغتون، قدم تسويق الثقافي لهذه السياسة عبر أطروحة مثيرة للجدل. قال إنه الصراع العالمي عقب الحرب العالمية الباردة ما عاد صراعا اقتصاديا أو جيوستراتيجيا وإنما حضاريا، واعتبر الإسلام هو القوة الظلامية في العالم بسبب قول المسلمين، قوله أن المسلمين ينزعون نحو الصراع والعنف، ومثل ما ادعوا أنهم يتحدثون عن الجهاد كواجب ديني من دون أن يقدم التفسير الحقيقي لمعنى الجهاد في الإسلام، ما قدمه. لكن هذا ما من هنا، فإن الصدام وفقا لهانتنغتون الصدام سيكون حتميا بين الإسلام والغرب المتحضر، هذه هي النظرية. الإدارة الأمريكية تلقفت هذه النظرية وثبتتها وتبنتها معلنة، يعني بعد هجمات داعش إيلو مباشرة، ما يسمى بالحملة الكبرى ضد الإرهاب اللي أصبحت أهم مكون يعني سياسي في إطار ثقافة الإدارة الأمريكية المتبنية الإيديولوجية اليمينية. فظهر ما يسمى الحروب الاستباقية اللي بدأت بأفغانستان ومباشرة توقفت وانتقلت إلى الشرق إلى العراق، فكان العراق أول تطبيق عملي لهذه السياسة الحروب الاستباقية. وفي ليلة مثل ما يعني وصلنا إلى ليلة 19/20/2003 شنت الولايات المتحدة حربها ضد العراق الاحتلال، واللي نحن الآن نتحدث في الذكرى 16 لها. طبيعة نظام الحكم الحقيقة، الفقرة الثانية اللي هي هذه كلها في الطريق إلى احتلال العراق. الآن احتلوا العراق ووضعوا نظام، جاءوا بقوى من خارج العراق، أحزاب غالبيتها كانت مثل ما تعرفون تحت المظلة الإيرانية، والبعض منها كان في أمريكا بعض الشخصيات. فالمهم أمريكا حاولت تجمع هذه الشخصيات بطريقة أو بأخرى، وعقدت لها بعض المؤتمرات، وكان أهمها مؤتمر لندن عام 2002. فالمهم حددت بالسياسة التي ستدخل فيها العراق ووظائف كل هذه الأحزاب وهذه القوة، واتفقت على قضية هي الأخطر من تداعيات ما حصل في العراق، اللي هي أن النظام العراقي الجديد سيكون نظام محاصصي. هناك تحدثوا عن أقليات وأكثرية، وفجأة يعني حصل الاحتلال وجاءت إدارة بول بريمر للعراق وبدأ يتحدث، وحتى في كتابه موجود هذا عن أن العراق يعني هو ومساعد أن العراق ليس دولة، العراق مجرد البريطانيين أخطأوا خطأ كبير عندما وضعوا بهذه الطريقة، هو مجرد ولايات وقصوا لسق ولسقوا بهذه الطريقة، والغالبية العظمى من العراقيين هم من الشيعة 60% تحدث أنه العراقيين الشيعة، و19% فقط هم من العرب السنة، و20% أكراد، هكذا تحدث. وعندما سئل ربما نتحدث بها يعني عندما سئل يمكن العام أو قبل سنة أو سنتين، سئل هو بول بريمر من أين أتيت بهذه الأرقام اللي تحدثت عنها، لم يحصل في العراق أي إحصاء سكاني طوال العهد الملكي والعهد الجمهوري ثبتت في قضية المذهب الشيعي وسني، فمن مين جبت هذه الإحصائية اللي تقول 60% من الشيعة، 19% من السنة العرب، 20% من الأكراد، من جبتها هذه؟ احنا نعم فعلا يعني لحد 77 بالإحصاء اللي حدث عام 1977 وضعوا لأول مرة، يمكن مو بال 57 بال 77 وضعوا فقرة القومية، يعني كردي تركماني كذا ربما القومية وضعت، لكن لم يوضع مذهب. فمن جبتها؟ قال هم قالوا لي. من قال لك؟ قال هم الأحزاب اللي كنا نجتمع بيهم، هم هاي الأحزاب اللي تحكم العراق. فإذا القضية مسيسة بهذه الطريقة، وبدأ تشكيل مجلس الحكم
اللي شكله في عام 2003 واللي لحد الآن هو المطبق في العراق. هذا النظام اللي شكل به مجلس الحكم هو المطبق في العراق. 25 شخصية، 13 شيعة، 5 سنة، 5 أكراد، 1 تركماني، 1 من المسيحيين. فبالتالي حصص موزعة، تذهب للانتخابات ما تذهب للانتخابات، ينتخبوك 10 ملايين جماهيرك، 30 مليون جماهيرك، لا يعني شيء. لك حصة محددة بالنسبة، مهما فعلت هذه حصتك. لذلك الحديث اللي يجري بعض الأحيان، البعض يقول إنه يعني لو يعني بشكل لو هذه لو السنة كلهم شاركوا في الانتخابات لو وصلنا إلى نتائج مختلفة. الحقيقة هذه كذبة كبيرة. الموجود هو نسب معينة تم التوقيع عليها من مؤتمر لندن لما يسمى بالمعارضة، تم الموافقة على هذه النسب، وبموجب هذه النسب يتحركون. لا خوف لديهم من هذا الموضوع، مهما شارك، حتى لو شارك 2 من الشيعة و3 ملايين من السنة، هي النسبة نفسها باقية لأن النسب متفق عليها. هذه حقيقة. عموما الحقيقة السنة والشيعة كان بيناتهم هذه الاتفاقية بالجسم، والأكراد تخذوا سياسة خذ وطالب، يتبعون لحد الآن يتبعون سياسة خذ وطالب، يأخذون ويطالبون، وبالتالي على حساب العراق. وهذا أنا أتحدث عن قيادات كردية، أتحدث عن شخوص أشخاص أكراد، أنا لا أتحدث عن الشعب الكردي. الشعب الكردي جزء من 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 العراق. عموما التداعيات المهمة اللي حثت في العراق، حثت حالة غريبة في المجتمع العراقي، هي حالة الطائفية، السياسة الطائفية، هذا الشحن الطائفي الذي حدث، اللي ساعدت في سياسات معينة جايتنا من الخارج، وهي إيرانية بحتة لا تحتاج إلى أدلة بعد 16 سنة، واضحة جدا من كان وراء هذه، وقالوها أكثر من مرة، وقالها أكثر من مسؤول، قال جئنا بدون جماهير، جئنا كقيادات مع الاحتلال، لم يكن لدينا جماهير، لم تكن لدينا قوة مؤيدة إنه، فاضطرينا أن نتكي على الطائفية لكي نجمع جماهير، وقال أكثر من واحد تحدثوا بهذه، وهي هاي الحقيقة. وبدأت فتاوى وبدأ حديث بهذا الاتجاه للشحن الطائفي، دخلت ميليشيات، وهذه من تداعيات الاحتلال، فوضى عارمة، قانون غير موجود، فقدان للأمان، يوميا كانت تترمل، وصلت الحالة ترمل 100 امرأة عراقية يوميا، يعني تترمل 100 امرأة عراقية تترمل، تفقد معيلها. الحقيقة هذا رقم مخيف جدا جدا في بلد بهذا الشكل، خرج عن السيطرة، خارج عن السيطرة، الميليشيات مسيطرة عليها، العصابات مسيطرة عليها، الخطف، الابتزاز، تهجير للناس، وخاصة بعد 2006 كانت صورة العراق تبدو فوضوية إلى أبعد الحدود، هجمات من كل مكان، كانوا يضغطون باتجاه الحرب الأهلية بشكل قوي جدا جدا لكي تحدث الحرب الأهلية. الحقيقة لم تحدث الحرب الأهلية بمفهومها السياسي، بمفهوم أن تتحرك كتلة شيعية كاملة ضد كتلة سنية كاملة، لم يحدث هذا. تحركت قوى ميليشياوية مدعومة ضد رموز هم يسمونهم من السنة وجوامع وكذا، فلم تتحرك هذه الكتل ضد هذه الكتل، لم تصطدم بها لكي تكون حربا أهلية. حقيقة الشعب العراقي، المجتمع العراقي، يعني رغم كل التشوهات قدر أن يمتص كثير من هذه من هذه الضربات. الحقيقة عدم الاستقرار السياسي واحد من التداعيات المهمة أيضا في بعد الاحتلال. كل بلد حتى يبدأ يخلق تنمية، يخلق نظام جيد، يخلق فرص للحياة جديدة، ليس مثل ما يتحدثون، وهذه الكذبة الكبيرة، يتحدثون عن أنه العراق مزدهر والآن كل الوفود تأتي، هذه كذبة كبيرة. الحقيقة الصورة مشوهة للعراق، لأنه أي بلد حتى يخلق هذه الفرص يجب أن يكون مستقر سياسيا، والاستقرار السياسي له شروطه. يعني اولا يجب ان تكون سياده الفصل بين السلطات الثلاثه غير موجوده، وحده وطنيه يجب ان تكون موجوده بين العراقيين، هذه غير موجوده. الحقيقه
لم تحصل مصالحة وطنية بالعراق، يتحدثون عن مصالحات وهي مصالحات بين الأحزاب الحاكمة للعراق، وهذه قضية أخرى. استعملت السلطة للعنف والاعتقالات والقتل والتنكيل بالناس، وكان الجيش والشرطة ولحد الآن جزء منها ميليشياوي كبير. في عام 2003 الحقيقة حثت قضيتين في تكوين الجيش، ربما يعني حتى نكون سريعين في هذه القضية. في عام 2003 عندما شكلوا الجيش الجديد دمجوا الميليشيات بالجيش. في عام 2014 عندما جاءت فتوى الجهاد الكفائي دمجوا الجيش بالميليشيات، العملية مقلوبة، جابوا الجيش خلوا بالميليشيات، فصارت المؤسسة الأساسية المظلة الكبيرة هي الميليشيات، هي ما يسمونها الحشد الشعبي، هي وهي جزء من تداعيات العراق، هي جزء من عدم استقرار السياسي، غياب السياسات الاقتصادية اللي يعني تؤدي إلى تقليل الفقر، تقليل البطالة، إيجاد فرص عمل، هذه كلها غير موجودة. فلذلك سيطرت الميليشيات على الوضع في على الأرض والعصابات، هذا كله يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. لذلك أي نمو، أي قدرة على نهوض بالعراق غير موجودة. لحد الآن من انتخابات، حتى آخر انتخابات في عام 2018 قاطعوا 82% من العراقيين، رغم أنه هذه 18 أو 19% فقط اللي شاركوا بالانتخابات، لكنها انتخابات بشهادة الاتحاد الأوروبي هي الأكثر تزويراً بالعالم، رغم أنه 19% فقط من العراقيين اللي يحق لهم المشاركة شاركوا فيها، لكن مع ذلك كلها تزوير. ورغم ذلك وهي الأحزاب متقاسمة هذه السلطة، لحد الآن الحكومة ناقصة، غير قادرين يشكلوها، لأن أكو هناك اتفاقات ومحاصصات، ويتحدثون عن تكنوقراط وكذبة كبيرة، لأن العراق لا يمكن أن يمشي. يعني دعونا نتخيل جزء من هذه عندما توضع كل الوزارات في مزاد التوزيع الطائفي، تجيب أي وزير مهما كانت كفاءته، مهما كان شهادته اللي تضع على الوزارة، أو تجيب أي مسؤول تضع على الوزارة، لأنه كلها حصص للأحزاب وحصص لهذه القوى. فبالتالي حتى لو جبت وزير تكنوقراط فعلا متخصص بالتعليم العالي وتضعه في وزارة التعليم العالي، هل سينهض التعليم العالي؟ أبدا، لأن كل القوى اللي تحته وكل النظام الذي حيطه والإطار الذي يتحرك به هو إطار محاصصي، إطار مصلحي، إطار مخيف بالنسبة لهذا الوزير، فبالتالي سيفشل. عموما يعني هذه أهم أريد فقط أتحدث عن نعم فيما يخص، يمكن اللي لخص كل هذه التداعيات الباحث الأمريكي مايكل أوترومان اللي كتب كتاب اسمه محو العراق، لخص حقيقة الوضع في العراق مالت إليه. طبعا هو ألف عام 2010، لكن كتب عبارة ربما تلخص كل هذا الشيء، قال إن أمريكا ومن معها أجبر الشعب العراقي على إلغاء مصطلح حياة طبيعية. ألغيت في العراق، ألغي مصطلح حياة طبيعية، وهذا إلى دلالة كبيرة. والكاتب الآخر اللي تحدث أيضا اللي هو باتريك كوكبورن، هذا البريطاني اللي سوى 3 كتب عن تاريخ العراق الحديث ومهتم بالعراق، فكتب في عام 2013 قال أنا زرت العراق وين ما أذهب أجد عبارة الحسين منهجنا في بناء المواطن والوطن. فيقول إنه كل هذا المنهج، إنه هؤلاء اللي يرفعون هذا الشعار في كل مكان في بغداد وكل المدن هم نفسهم اللي يحكمون، لكن في نفس الوقت وجد تناقض كبير، إنه ذول اللي يحكمون ويرفعون هذا الشعار هم اللي سرقوا وبددوا نحو تريليون دولار عراقي خلال هذه السنوات، تريليون ألف مليار دولار عراقي، دولار أمريكي عراقي. وأعطى ربما إشارة بسيطة وصورة بسيطة، قال في عام 2005 شركة أورسكوم اللي أخذت الاتصالات فازت بعقد شركة الهاتف النقال عام 2005 دفعت رشاوي تصل إلى 21 مليون دولار ل6 أشخاص، بينهم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، أخذ 3 ملايين دولار
كتبها علني وهو في بغداد، والكتاب يوزع في بغداد، لم يصدر من الحكومة ولا من إبراهيم الجعفري أي اعتراض على هذا الموضوع، لأنه حقيقة ولا يستطيعون، لأنه شركة أورسكوم يعني شوفت لهذا الكاتب وصولات موقعين عليه هذول استلموا هذه، فهذه جزء من عموما أريد يعني وصلت إلى سبل التغيير. العراق بهذه الحالة خلينا نكون واقعيين، من يتحدث عن قوى خارجية يمكن أن تأتي وتغير ما في العراق واهم جدا، من يتحدث عن انقلاب عسكري يمكن أن يحدث في العراق بهذا الجيش وبهذه الميليشيات التي تحكم العراق واهم جدا. الفرصة الوحيدة أمام العراق، هذا اعتقادي وهذا ما أراه، يعني يحسب علي يحسب على الناس اللي تتبنى، هو الحراك الشعبي فقط. الشعب العراقي لا يحتاج إلى دعم خارجي، لا يحتاج، إذا ما خرج الشعب العراقي بموجة كبيرة لتغيير النظام لا يحتاج إلى قوة تسنده بالخارج، كل القوى الخارجية ستقف معه إن حقق النتائج. كل الثورات الشعبية التي حدثت في العالم لم تستطع أي دولة في العالم أن تحيدها، وحيدت كل القوى التي تقف أمامها، وهذا واقع ثابت تاريخيا. إذا ما تحرك الشعب العراقي بموجة كبيرة ضد هذا الفساد، المتضرر الوحيد من كل هذه العملية خلال 16 سنة فاقدين الهوية، وهي أحد التداعيات المهمة في العراق، أن العراق فقد وحدته، فقد هويته الجامعة، الهويات الفرعية هي المسيطرة على العراق. إذا ما أرادوا أن يعيدوا هوية العراق الواحدة الجامعة، مشروع وطني ينقذهم من هذا الخراب، عليهم أن يخرجوا بتظاهرات عالية جدا، وهذه التظاهرات مهما كانت الميليشيات قوية، مهما كانت القوى الأمنية قوية، مهما كانت هذه الأحزاب قوية، وشهدناها في تظاهرات بسيطة في البصرة وفي أماكن كثيرة، لم تستطع هذه الميليشيات وهذه القوى الأمنية أن تفعل شيئا، بالعكس هربت أمامهم. لكن بعد ما أعطاهم فرصة وبدأوا يتلقطون الناس ويعتقلوهم بدأت تخف المظاهرات، لكن عندما تكون هذه الموجة عالية جدا ستضطر كل هذه القوى الأمنية والحزبية والعسكرية الانسحاب أمامها. ليس هناك من سبيل للتغيير في العراق الآن وفي المستقبل القريب سوى الحراك الشعبي. علينا جميعا أنا أعتقد كعراقيين إذا كنا نحب العراق وإذا نريد الصورة تتغير في العراق أن ندعم أي تغيير أي حراك شعبي في العراق ونعمل من أجل هذا، لأنه الحراك الشعبي الوحيد والسلمي هو القادر أن يغير، الشعوب هي القادرة أن تغير كل هذه النظرية. ربما تحضرني الآن ما حدث هنا في تركيا، الشعب التركي تعرض إلى انقلاب كبير، من وقف من استطاع أن يصون الحكومة ويوقف الدولة على أرجلها مرة أخرى الشعب التركي. كانت هذه واحدة من الأمثلة الرائعة على القدرة الشعبية على صيانة نظامها صيانة مستقبلها. الشعب التركي بخروجه في تموز قدر أن يكسر المؤامرة عليه. الشعب العراقي ليس استثناء، ليس شعبا من العبيد حشانا كنا العراقيين. الشعب العراقي عانى كثيرا، وعيه كبير، مستوى الوعي الآن بدأ يرتفع، والثورة الشعبية قادمة لا محال مع زيادة هذا القراب مع زيادة هذا الدمار. وشكرا جزيلا، ربما طولت دكتور، حياكم الله. شكرا للدكتور رافع الفلاحي على هذا الاستعراض التاريخي كمقدمة حقيقة لما قبل الاحتلال ثم بعد ذلك التداعيات. وبالفعل يعني الشعوب هي المتضرر الأول والأخير من هذه المآسي وهذه الأحداث، وهو الذي يدفع الثمن، وهو بيده مفاتيح الحل بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. المحور الثاني من محاور هذه الجلسة وهي التحولات العسكرية والأمنية، ونعلم جميعا أن الاحتلال دائما في بداية رأس الحرب هي تكون الصفحة العسكرية، وقد جاء الاحتلال إلى العراق بدعاية عسكرية أنه الجيش الذي لا يقهر، والحرب التكنولوجية
والسلاح الذي لا يمكن أن يقاوم، لكن حقيقة تاريخ يجب أن يسجل ويبقى دائما نستحضره، وهو دور المقاومة العراقية للتصدي لهذا المشروع عسكريا، والمقاومة العراقية الوطنية التي خرجت من المساجد بدون تنظيم في البداية، وإنما كردة فعل طبيعية قام بها الشعب استجابة لتربية إيمانية سابقة وتطبيقا لما أمر الله به سبحانه وتعالى. فانطلق الشباب من المساجد كأفراد ومجموعات قليلة، وما هي إلا أيام حتى انتظمت هذه المجموعات في مجموعات أكبر، فكانت هنالك الفصائل التي سطرت ملاحم وبطولات يستذكرها الكثير ويفتخر بها العديد. هذه المقاومة التي يحاول اليوم البعض سرقتها والادعاء بأنها له، وهو كان يعني السارق هو كان بالأمس هو ضد ولا يزال طبعا ضد الشعب، ممارسا للانتهاكات ضد أبناء الشعب العراقي، واقفا في صف الاحتلال مؤيدا له داعما له، واليوم يحاول أن يدعي أو يحاول سرقة هذا الشرف، سرقة المقاومة. التداعيات العسكرية وآثارها عديدة وكبيرة جدا، ونحن إذ نتكلم نكون متطفلين أمام أهل الاختصاص. ففي حول هذا المحور التداعيات العسكرية أو التحولات العسكرية والأمنية يتفضل الأستاذ أو العقيد الركن حاتم الفلاحي، وهو ماجستير في العلوم العسكرية ودبلوم في التخطيط الاستراتيجي، وهو كذلك باحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة موضوع التحولات العسكرية والأمنية في العراق بعد الاحتلال هو موضوع مهم ومعقد وكبير نتيجة الأحداث التي توالت على العراق بعد عام 2003. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنت هذه الحرب خارج إطار الأمم المتحدة، ونقول فشلت في إصدار قرار يسمح لهذه الدول باستخدام القوة لتغيير النظام في العراق. وبالتالي عندما صرح كوفي أنان بأنه هذه الحرب هي حرب غير شرعية، لذلك نقول بأنه بداية أن مرحلة الغزو التي جاء بها الاحتلال الأمريكي في عام 2003 بدءا من يوم 17/3 عام 2003 بالضربات الجوية، وامتدادا إلى بقاء قوات الاحتلال إلى عام 2011، ثم بعد ذلك وجود الاحتلال بصورة غير مباشرة إلى يومنا هذا لحد عام 2014 عندما عاد الاحتلال بصفة جديدة وبثوب جديد. بعد احتلال العراق حقيقة توالت القرارات التي صدرت من الحاكم العسكري للعراق أو المدني بول بريمر، صدرت العديد من القرارات، وكانت أولى هذه القرارات القرار رقم 2، هذا القرار الذي صدر بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق، وكان هذا القرار هو بداية لإعلان الفوضى في العراق بشكل كبير جدا. فتحت الحدود على مصراعيها، ثم بعد ذلك فقد الأمن في المحافظات، وأصبحت قوات الاحتلال هي التي تدير الملف الأمني والعسكري والسياسي في العراق. وهنا بدأ يتكلم الأمريكان عن أنه العراق لا يحتاج إلى قوات عسكرية مثل ما كانت موجودة، وإنما يحتاج إلى فرق بسيطة قد تكون في, 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 في أعلى مستوياتها يحتاج إلى 3 فرق فقط. وبدأوا بإنشاء جيش جديد للعراق بنواة من الميليشيات التي شاركت في غزو العراق، وقد حددها الحاكم المدني للعراق في تلك الفترة ب7 ميليشيات تعود لأحزاب شاركت أو وقعت على احتلال العراق، بما فيها الأحزاب الكردية المعروفة، الحزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى حزب الدعوة وإلى المؤتمر جماعة أحمد الشلبي وإلى الحزب الإسلامي العراقي، إضافة إلى الحزب الشيوعي.
فلذلك بدأت بتشكيل نواة الجيش من هذه الميليشيات التي نقول عليها إنها شاركت أو ساهمت في مسألة غزو العراق. بعد ذلك صدرت قرارات متعددة، منها القرار رقم 28 الذي صدر بتشكيل فيلق للدفاع المدني. بداية هذا الفيلق يشكل على شكل أفواج في المحافظات العراقية، يكون واجبه هو لمعالجة حالات الطوارئ والمساعدة في عمليات الإنقاذ وما إلى ذلك من أمور، بحيث تكون هذه المؤسسات التي شكلت بعد عام 2003 العمل عمل محلي وليس عمل خارجي، لأن الجيوش دائما تكون واجباتها هي باتجاه العدو الخارجي، وتكون وزارة الداخلية معنية بالأمن الداخلي. ولكن بعد عام 2003 واستمرارا إلى يومنا هذا تم تحويل هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الجيش العراقي التي شاركت في حروب العرب منذ 56 و 73 وحروب متعددة، تم تحويل واجبه من الواجب الخارجي إلى الواجب الداخلي، إلى ضبط الأمن الداخلي وما إلى ذلك. وهذه كان تحول كبير جدا في أداء الجيش العراقي حقيقة بدءا من عام 2003 واستمرارا إلى يومنا هذا. توالت بعد ذلك القرارات التي صدرت من الحاكم برايمر بما فيها قلنا تشكيل أفواج الدفاع المدني، وبعد ذلك سمحوا مثل ما قلنا للميليشيات حسب القرار 91 الذي صدر أيضا في 7/4 عام 2004 بجعل نواة الجيش العراقي الجديد هي نواة للجيش العراقي. وبهذا نكون من أسباب تشكيلها طبعا بأنه المحتل عندما دخل في بداية الاحتلال لم يكن يتكلم عن بناء مؤسسة عسكرية وجيش وما إلى ذلك، ولكن عندما بدأت المقاومة من 9/4 نقول أو قبل 9/4 بدأت العمليات تزداد على قوات الاحتلال، أجبر الاحتلال على تشكيل مثل هذه القوات، وبذلك بدأ يشكل قسم من هذه الفرق على شكل دفاع مدني وعلى شكل قوات يمكن أن يستخدمها هو لواجبات معينة، لأنها توفر له الكثرة العددية وتوفر له المعلومات حسب المناطق التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي. فلذلك بدأ باستخدام هذه الميليشيات، فقسم من عندها دمج مع وزارة الداخلية والقسم الآخر دمج مع وزارة الدفاع. طبعا تخللت هذه المرحلة اللي هي مرحلة الغزو معارك شرسة مع المقاومة العراقية التي امتدت منذ عام 94 واستمرت هذه المقاومة، فكانت معركة الفلوجة الأولى ثم بعد ذلك معركة الفلوجة الثانية ومعارك سامراء ومعارك الموصل. وكانت معركة الفلوجة الأولى هي حقيقة معركة مثالية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لأنه تم تقطيع الطرق من جميع المناطق على الجيش الأمريكي، بحيث الإمدادات لم تكن القوات الأمريكية قادرة على أن توصل الإمدادات والدعم اللوجستي للقوات المتواجدة في مدينة الفلوجة، لا من محافظات بغداد ولا من الأنبار ولا من صلاح الدين، لأن هذه المناطق قطعت من قبل الأهالي في تلك المناطق بشكل كبير جدا، حتى قالوا بأنه الجيش الأمريكي غير قادر على إدامة القطاعات المتواجدة في مدينة الفلوجة. استمرت المقاومة بعمليات متفرقة وعمليات نوعية، وكانت هناك نقلة كبيرة جدا في أداء المقاومة العراقية من العمل الفردي أو المجموعات الصغيرة إلى عمل مؤسسي، نستطيع أن نقول انتقلت إلى عمل أكبر، عمل منظم وليس عمل عشوائي مثل ما بدأت في أول أيامها في انطلاق المقاومة. لذلك بدأت تترتب المقاومة على شكل فصائل، وبدأ العمل ينظم بشكل كبير جدا حسب المحافظات وحسب المناطق التي كانت تدير فيها العمليات العسكرية، خصوصا المناطق المثلث السني، هذه المناطق التي اشتعلت فيها المقاومة بشكل كبير جدا، وأجبرت القوات الأمريكية في عام 2006 على أن تقول بأن الأنبار أو مدينة الرمادي هي خارج السيطرة الأمريكية تماما. خلال هذه الفترة تعرض الجيش الأمريكي لخسائر كبيرة جدا في الأشخاص وفي المعدات، وبدأ يعاني معاناة حقيقية. أولا قلة المعلومات المتواجدة عن المقاومة العراقية، إضافة إلى أنه هذه المقاومة ليس لها قيادة واحدة بحيث يستطيع الجيش الأمريكي أن يتحاور معها، وإنما كانت قيادات متعددة ومتواجدة على ساحة كبيرة جدا من العمليات، وهذا ما جعل الأمريكان يفقدون كيفية التواصل مع هذه المقاومة في تلك الفترة. حقيقة هي كانت نعم المقاومة في منطقة جغرافية محددة،
وأنا أعتقد بأنه هذا كان إشكال كبير جدا، بأنه لو كانت المقاومة العراقية مشتعلة في مناطق كثيرة جدا من العراق خصوصا المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية لاختلف الأمر في مسألة بقاء القوات الأمريكية منذ زمن بعيد جدا، ولكن بقائها في منطقة جغرافية محددة حقيقة يعني أفقدها كثير من الزخم الذي كان يمكن أن يؤدي إلى خروج القوات الأمريكية قبل هذه الفترة. بدأت القوات الأمريكية خلال هذه الفترة نقول بشيطنة المقاومة العراقية، بأن هذه المقاومة هي مقاومة إرهاب، وأخذوا يكونون إليها التهم الكثيرة. يعني حقيقة هذه الأشياء كانت لها بعض المسببات، كانت هناك بعض التصرفات التي تصدر من قبل جهات نستطيع أن نقول عنها أنها غير مسؤولة، أو قسم من عندها قد تكون مدفوعة حتى من قبل الاحتلال للقيام بمثل هذه العمليات، استخدمت كذريعة لأنه يقولون بأن هذه هي ليست مقاومة وإنما هذه إرهاب. حقيقة هذه القضية تم توظيفها بشكل كبير جدا في الإعلام، وتم تسويقها من قبل كثير من الشخصيات، مما أدى إلى وصول الأمور في عام 2006 إلى حادثة تفجيرات سامراء، عندما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير قادرة على أن تسيطر على المقاومة العراقية التي انتشرت بشكل واسع كبير جدا، وبدأت الإثخان بالقوات الأمريكية بشكل كبير. لا بد أن يكون هناك عمل آخر بحيث يكون هناك تغيير للواجهة التي تسير بها المقاومة العراقية، بدل من مواجهة القوات الأمريكية يمكن أن تنحرف باتجاه بوصلة أخرى، وقد شاركت إيران في هذه القضية بشكل كبير جدا، وهناك بعض التصريحات التي صدرت من قبل قائد القوات الأمريكية كيسي يقول بأنه التفجيرات التي حدثت في المرقدين في سامراء كانت وراءها إيران، وكانت هناك بصمات وكانت هناك آثار لبعض المتفجرات التي جاءت من إيران، وبذلك غيروا بوصلة المقاومة العراقية من الاحتلال إلى معارك جانبية داخلية أفقدت المقاومة حقيقة الكثير من الزخم. كانت ردة الفعل نتيجة هذه التفجيرات كبيرة جدا، خصوصا على المناطق التي في المناطق المختلطة، خصوصا في مناطق بغداد، وبدأت موجة من التخريب وحرق المساجد وما إلى ذلك والقتل على الهوية، بحيث كانت هناك تعبئة لهذه القضية، لأن لو كانت القضية يعني عشوائية لاحتاجوا إلى فترة للترتيب والإعداد وما إلى ذلك، ولكن بعد التفجير بساعات بدأت حملة عشوائية من القتل المنظم في مناطق بغداد، قتل على الهوية وتفجير المساجد، بحيث خلال ساعات تم تدوير والاستيلاء على أكثر من 116 مسجد فقط في بغداد. فلذلك هذه القضية حقيقة سببت إشكال كبير جدا، وكانت هي واحدة من التحولات التي حصلت في المشهد العراقي، المشهد الأمني والعسكري بعد عام 2003. مع هذا استمرت المقاومة العراقية، لكن خفت وتيرة العمليات باتجاه القوات الأمريكية بشكل كبير جدا، ولكن نستطيع أن نقول بأنها لا زالت مستمرة في تلك الفترة، مما اضطرت القوات الأمريكية إلى أن تتبنى مشروع الصحوات في المناطق السنية للسيطرة على هذه المناطق، وكانت التبريرات واضحة بشكل كبير جدا من خلال بأن هناك مد إيراني كبير جدا، ونحن نريد أن نواجه هذا المد الإيراني، ولكن لن نستطيع ما دامت القاعدة متواجدة في مناطق أهل السنة. فأقنعوا الكثير من الشخصيات في تلك الفترة بأنه يجب أن نواجه القاعدة وبعد ذلك نتفرغ لمواجهة النفوذ الإيراني، ولكن هي حقيقة كانت خدعة واستخدمت من قبل الأمريكان لتسويغ المشروع القادم في هذه المناطق، لأنه بعد أن تم تشكيل هذه الصحوات وتم درء خطر القاعدة في مناطق أهل السنة تقريبا وتم السيطرة عليها بشكل كامل، تم تسليم هذا الملف بشكل كامل إلى المالكي الذي قام باعتقال القيادات التي شاركت في مسألة الصحوات أو تركهم لكي تستهدفهم القاعدة وغيرها من التنظيمات، والقسم الآخر خرج إلى خارج العراق، وبذلك حقيقة تم السيطرة في بعض المناطق بشكل كبير جدا، مناطق كانت خارج السيطرة تماما أصبح هناك نفوذ وسطوة كبيرة جدا للقوات الأمريكية في هذه المناطق من خلال هذا المشروع الذي سوق في عام 2007. وفعلا بعد أن استلمت إدارة أوباما مباشرة تم طرح مشروع الاتفاقية الأمنية ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت مناقشة هذا الأمر في عام 2008، وتم الاتفاق على أنه بداية تقوم القوات الأمريكية بإخلاء القواعد المتواجدة في المدن واللجوء إلى قواعد عسكرية خارج المدن،
وعدم الاحتكاك بالشارع العراقي، وفعلا بدأ تنفيذ هذه الاتفاقية، علما أنه كان هناك اتفاق بأنه يبقى أكثر من 50 جندي أمريكي، بعد ذلك قالوا 30 ألف جندي أمريكي في السفارة الأمريكية، هذه السفارة التي تعتبر أكبر سفارة موجودة في العالم، مساحتها ما يقارب 110 دونم تقريبا، وفيها أكثر من 50 ألف موظف، إضافة إلى الشركات الأمنية، إضافة إلى الحراسات وإلى المتعاقدين الإداريين، إضافة إلى الاستخبارات والمخابرات التي تتواجد في هذه السفارة. هذه الأعداد الضخمة للقوات الأمريكية في هذه السفارة تعطي دلالة واضحة على أن الأمريكان لم يرغبوا بالانسحاب من العراق، ولكنهم فضلوا بأن تكون البقاء في العراق هو بقاء غير مباشر من خلال السفارة التي تعمل، ومن خلال قنصلية في أربيل، ومن خلال قنصلية تعمل في مدينة البصرة. خلال هذه الفترة تراجعت أمريكا عن مسألة 3 فرق للجيش العراقي، بدأت تعمل على تشكيل فرق، فبدأت باستيعاب أفواج الدفاع الوطني أو الحرس الوطني التي شكلت في المحافظات، وبدأت تستوعبها على شكل من شكل فيلق إلى شكل فرق عسكرية، وتم ضخها من ضمن القوات التي شكلت. بداية كانت تشكيل 3 فرق، فرقة الأولى والفرقة الثالثة والفرقة الخامسة، واحدة في الموصل وواحدة في مدينة في الأنبار والأخرى في مدينة واسط. بعد ذلك بدأوا يتوسعون في مسألة الفرق، تم تشكيل 6 فرق، ثم بعد ذلك بدأ الجيش يتوسع في مسألة إعداد القوات الحكومية في تلك الفترة. طبعا سأأتي أنا إلى مسألة تشكيل هذه القوات والمؤثرات عليها، ولكن بعد أن أكمل المراحل التي مر بها العراق خلال هذه الفترة. الانسحاب الأمريكي جاء من العراق على أنه انسحاب مسؤول، وهذه التصريحات التي صدرت من قبل القيادات الأمريكية في تلك الفترة، بما فيهم تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه سننسحب من العراق انسحاب مسؤول، ولكن هذا الكلام غير صحيح. الانسحاب من العراق هو كان هروب من الكارثة التي حلت فيهم في العراق، والخوف من الخسائر التي يمكن أن تبنى بها القوات الأمريكية، فكان يجب عليهم أن تخرج القوات الأمريكية من العراق، فبدأوا بالانسحاب، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوات إلى المالكي أو قوات المالكي في تلك الفترة، وهذه القوات كانت غير جاهزة لاستلام الملف الأمني والعسكري في العراق. وهذه تصريحات لجنرال أمريكي يقول بأنه تم تسليم الملف الأمني إلى القوات الحكومية وهي غير جاهزة وإمكانياتها ضعيفة، بحيث لا تستطيع أن تمسك الملف الأمني. ننتقل إلى مرحلة أخرى مرت فيها، اللي هي مرحلة الاعتصامات ومطالب أهل السنة. خرجت مناطق كثيرة من أهل السنة في رقعة جغرافية معروفة باعتصامات، هذه الاعتصامات استمرت لفترة طويلة، وكانت الاعتصامات سلمية ونادت بمطالب كثيرة. هذه المطالب منها إنهاء الإقصاء والتهميش، منها إلغاء المادة 4 وإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة، ومنها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات المتواجدين في السجون، وكثير من المطالبات التي رفعت في تلك الفترة. واستمرت هذه الاعتصامات لفترة طويلة جدا، ولكن هذه الفترة التي خرجت فيها الاعتصامات واستمرت في مناطق أهل السنة قوبلت من الحكومة بالمقاربة الأمنية، وهذه المقاربة الأمنية استخدمت في مجزرة التي ارتكبت فيها الحويجة، وفي جامع سارية في أديالة، وفي المقدادية، وفي الفلوجة، وفي الموصل، وفي الرمادي. استخدمت المقاربة الأمنية من قبل القوات الحكومية عندما اتهمت مثلا الحويجة بأنه هذه المظاهرات أو هذه المناطق الاعتصامات فيها أسلحة. عندما تم دخول الجيش إلى هذه المنطقة لم يتم الحصول على أي قطعة سلاح كانت تتواجد في هذا المعسكر، وإنما كانت هناك يعني ذريعة لاستباحة هذه المناطق على أنها مناطق تستخدم للإرهاب وتستخدم للأسلحة ويريدون ضرب القوات الأمنية وما إلى ذلك في تلك الفترة. فحقيقة استخدم الجيش لارتكاب بعض المجازر، وخاصة في الحويجة في تلك الفترة، واستخدمت لضرب الاعتصامات السلمية التي خرجت تنادي بحقوق وبمطالبات بصورة سلمية، واستمرت لأكثر من سنة ونصف في تلك الفترة. هذه المرحلة أوصلتنا إلى مرحلة العام 2014 عندما دخل تنظيم الدولة وسيطر على مدينة الموصل في 10 حزيران عام 2014، عندما تداعت 3 فرق عسكرية كانت تتواجد في مدينة الموصل أمام 400 من تنظيم الدولة. هذا الجيش وهذه القوات العسكرية التي بنيت بأسلحة عسكرية أمريكية وبنيت بإمكانيات كبيرة جدا لم يستطع الصمود أمام
بضعة مقاتلين، بضعة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة في تلك الفترة، وانهارت الفرقة العسكرية فجأة في مدينة الموصل، ولا نعرف لحد هذه اللحظة، علما بأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية بإحالة المتهمين في مسألة سقوط مدينة الموصل ومن أعطى أمر الانسحاب للقيادات العسكرية المتواجدة، ولكن هذه اللجنة التحقيقية أضيفت إلى اللجان التي شكلت في مجزرة الحويجة وفي مجزرة سارية وفي مجزرة المغدادية وفي مجزرة الفلوجة وفي مجزرة الرمادي، لأن دائما في العراق عندما تريد أن تضيع مسألة معينة ما عليك إلا أن تشكل لجنة تحقيقية ثم تترك هذه اللجنة التحقيقية بدون أي إجراءات. والدليل على هذا بأنه كثير من الأمور صدرت أو كثير من الأمور التي حصلت في تلك الفترة شكلت بها مجالس تحقيقية وشكلت بها لجان تحقيقية، ولا أحد يعرف أن هذه اللجان التحقيقية لحدها اليوم ماذا فعلت وماذا كانت نتائجها يعني. وإذا قلنا بأنه تداعت القوات العسكرية في مدينة الموصل لسبب خارج إمكانية القوات العسكرية، دائما في الموضع الدفاعي عندما يكون في أي موضع دفاعي عندما يحصل خرق في هذا الموضع الدفاعي مباشرة تلجأ القوات العسكرية إلى صد الخرق، ثم بعد ذلك تثبيت الخرق، ثم بعد ذلك القيام بالهجوم المقابل. ولكن نرى في مدينة الموصل بأنه كانت خطوط الصد تأخذ تباعا، يأخذ خط الصد الأول ثم مباشرة يعمل خط صد ثاني بحيث إذا سقط هذا يرجع الخط الثاني، وهكذا تم تداعي القوات إلى أن تم السيطرة على مدينة الموصل خلال أيام. طيب، لو سلمنا بفرضية أنه تداعى الجيش في مدينة الموصل، ما الذي جعل القوات العسكرية في مدينة صلاح الدين في محافظة صلاح الدين أيضا تتداعى بدون قتال وأن تسلم المناطق التي كانت تحت سيطرتها بدون أن تلجأ إلى المقاومة وإلى مواجهة القوات التي دخلت في تلك المنطقة إضافة إلى مناطق أخرى سواء كانت في الفلوجة أو سواء كانت في الرمادي؟ فلذلك حقيقة هناك علامات استفهام كبيرة جدا تطرح بأنه كيف تداعت هذه القوات في محافظات أخرى لم تكن فيها معارك عسكرية، وإنما تم دخول تنظيم الدولة بمجرد أنها دخلت السيارات لم يبقى أحد في تلك المنطقة، وتم ارتكاب بعض الأشياء التي لا نريد أن نذكر في هذا الموقف في ماذا جرى في تلك الفترة. بدأ طرح مسألة تشكيل الحشد الشعبي. دائما القوات العسكرية أو دائما البلدان عندما تكون هناك حالة طارئة تستوجب بأن تكون هناك قوات إضافية يتم إنشاء قوات رديفة، هذه القوات الرديفة تعمل كقوات احتياطية للجيش وتنتهي مهام هذه القوة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها. ولكن نحن في العراق حقيقة اختلفت الصيغة، طبعا تم تشكيل قوات الحشد الشعبي، طبعا هي منذ البداية حتى لو نلجأ إلى الفتوى التي أصدرت من قبل المرجع الديني في النجف أصدر فتوى بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية ولم يصدر فتوى بتشكيل قوات أخرى للقوات إضافة إلى القوات المسلحة، ولكن تم استغلالها من قبل المالكي ومن قبل قيادات بعض القيادات في الحشد الشعبي وتم إنشاء جهاز آخر خارج إطار القوات المسلحة. حقيقة هذا يتقاطع مع المادة 9 في الدستور العراقي الذي يتكلم بأنه الجيش العراقي لا يمكن أن تشكل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. طيب، كيف تم تشكيل هذه الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة وتم تبنيها بعد ذلك بقانون شرع من خلال البرلمان رغم أنه المكون السني رفض هذه القضية، ولكن هي أخذت أبعادها بشكل كبير جدا وتم تشكيل هذه القوات التي أصبحت الآن هي لا تعتبر جزء من القوات المسلحة لأنها ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة لا بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية. نحن نتكلم الآن في العراق عن أجهزة متعددة، هذه الأجهزة المعددة عددت القرار العسكري والأمني في العراق بحيث نتكلم الآن عن وزارة الدفاع، نتكلم عن وزارة الداخلية، نتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب، نتكلم عن الحشد الشعبي ونتكلم عن البيشمرقي، 5 أجهزة تعمل في القوات المسلحة العراقية. هناك بعض الإجراءات في وزارة الدفاع عندما تتكلم عن قيادات العمليات، تتكلم عن قيادات سلسلة هرمية متكاملة، تتكلم عن رئاسة أركان، تتكلم عن قيادة العمليات المشتركة وتتكلم عن القائد العام للقوات المسلحة، بحيث القرار الذي يصدر سواء من القيادة العليا أو من القيادة الدنيا يصل بسلسلة المراجع بهذا الترتيب. ولكن عندما نتكلم الآن عن قوات الحشد الشعبي مثلا يعني ما هي السلسلة القيادية لهذا الحشد؟ غير معروفة لحد هذه اللحظة، غير معروفة. طيب، الحشد الشعبي عندما شكل قالوا بأنه الشخصيات العسكرية خلال 3 أشهر يجب أن تختار إما العمل السياسي وإما العمل العسكري، فإذا أرادت البقاء في العمل العسكري فيجب أن تخرج من العمل السياسي. لكن نلاحظ إحنا بأنه قانون الحشد الشعبي تم قراره في عام 2017 و2016
تم إقراره في تقريبا تشرين الثاني 2016، ولكن بقيت قيادات الحشد الشعبي وشاركت في الانتخابات، ومن ضمنهم نتكلم مثلا رئيس هيئة الحشد الشعبي فرح الفياض. فرح الفياض لديه منصب مستشار الأمن القومي، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، الأمين العام لحركة عطاء. يعني العراق ما ظل بأحد يعني إلا هذا الرجل يشغل جميع هذه المناصب. وبعد ذلك نتكلم عن القرار الأمني والقرار العسكري. أي قرار أمني وأي قرار عسكري؟ شخص، وهناك قانون صدر من البرلمان بأنه يجب أن يفك ارتباطه خلال فترة 3 أشهر، إما يختار العمل العسكري أو يختار العمل السياسي. ولكن مع هذا استمرت قيادات الحشد وخاضت الانتخابات، بحيث كتل أصبحت لديها أكثر من 25 نائب في البرلمان. وبذلك نحن حقيقة نتكلم عن إمكانيات الآن للحشد الشعبي، كما قال هادي العامري، أصبحت الإمكانيات المتواجدة لدينا أعلى من الإمكانيات التي تواجد لدى الجيش العراقي. مرحلة استعادة المدن، حقيقة مرحلة استعادة المدن الصورة ماثلة. يعني اللي يريد يتكلم عن استعادة المدن، عن هذه القوات وكيف تم استعادة المدن، فليذهب إلى الموصل أو يذهب إلى محافظة صلاح الدين ويرى حجم الكارثة، أو يذهب إلى محافظة الأنبار ويرى التدمير الذي جرى في هذه المناطق وكيف تم استخدام القوى المفرطة في تدمير هذه المناطق لغرض السيطرة عليها. نتكلم عن بناء الجيش العراقي يعني بشكل عام. أمريكا لا تريد أن تبني جيش عراقي قوي، وإيران لا تريد أن يكون هناك جيش عراقي قوي، وهي تعمل على أضعاف هذا الجيش بشكل كبير جدا. والدليل على هذا بأنها دعمت الميليشيات بإمكانيات كبيرة جدا خلال مراحل تشكيلها، وهي على ما هي عليه الآن من إمكانيات بالنسبة للحشد الشعبي. وكذلك إسرائيل بالعفو أيضا لا تريد أن يكون هناك جيش عراقي قوي، إضافة إلى الأكراد في شمال العراق. وهذه بصراحة نتكلمها، يعني جميع هذه الأطراف لا تريد أن يكون هناك جيش، وبذلك ترى أنه إمكانيات الجيش صرف عليه منذ عام 2003 إلى عام 2019 ما يقارب 80 مليار دولار. 80 مليار دولار اذهب الآن إلى تسليح الجيش العراقي، أو اذهب إلى الآن إلى البحرية العراقية عبارة عن زوارق نهرية بسيطة جدا، أو اذهب إلى الدفاع الجوي التي تقاس به الإمكانيات الآن بالنسبة للدول. لا يوجد لديك إمكانية لاستخدام حتى الطائرات التي جاءوا بها من أمريكا F-16، مع كل طائرة 100 قذيفة، إذا انتهت هذه 100 قذيفة تقدم طلب للولايات المتحدة الأمريكية لاستحصال 100 قذيفة أخرى. وتصور بأنه كيف تتحكم بك هذه الدول من خلال التسليح بهذه الطائرات، بحيث يمكن أنها إذا قطعت هذه الاعتداء تصبح عبارة عن يعني أكداس من حديد، يعني ليس إلا يعني. هناك تغيير نعم في عقيدة الجيش العراقي التسليحية والتدريبية. سابقا كانت الشرقية، الآن انتقلت إلى النموذج الأمريكي، وبدأت أسلحة أمريكية تأتي إلى العراق كبيرة جدا. ولكن الاتحاد السوفيتي عندما انهار الاتحاد السوفيتي وكان يمتلك أكثر من 13 ألف رأس نووي حربي. إذن الإشكال هو ليس في امتلاك القوة بقدر ما أن هناك كيفية إدارة هذا الملف سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا. تحديات، هناك تحديات كثيرة الآن في الملف العراقي خاصة بالنسبة للجيش. الحشد الشعبي يعتبر الآن تحدي بالنسبة للجيش العراقي. هناك إشكالات كبيرة جدا في مسألة القيادة والسيطرة، وفي مسألة المناطق التي تواجد فيها الجيش وتواجد فيها الحشد. الكلمة العليا تكون للحشد في أي منطقة يتواجد فيها في العراق، وهذه حقيقة ماثلة في كثير من المناطق. السلاح المنفلت، هناك سلاح منفلت بحيث العشائر في الجنوب تمتلك أسلحة ثقيلة، تمتلك مدفعية وتمتلك هاونات وتمتلك إمكانيات كبيرة جدا، بحيث القوات العسكرية المتواجدة في هذه المناطق عندما يحصل شجار ما بين قبيلتين أو عشيرتين تدخل كوسيط للملمة الأطراف وإجلاسهم لغرض التوافق وليس إلا. أما مسألة إنه كيفية حصر السلاح بيد الدولة، فأعتقد بأنها الدولة غير قادرة على أن تحصر السلاح ولأسباب كثيرة جدا. الفساد المالي والإداري، الفساد المالي والإداري مستشري بشكل كبير جدا. وهذه ليس يعني كلام لرئيس الوزراء السابق، يقول دققنا 4 فرق عسكرية وجدنا فيها أكثر من 50 ألف فضائي. وإليك أن تقيس أنت بقية، لا أريد أتكلم عن ملفات الفساد في مسألة الصفقات وما إلى ذلك. هناك نقص كبير في الأسلحة كما ونوعا، هناك ترهل كبير في الرتبة العسكرية يعاني منها الجيش بشكل كبير جدا.
هناك مسألة تأمين الحدود، هناك ضعف كبير جدا. المحاصصة الطائفية قضت على المهنية والحرفية في الجيش العراقي، أصبحت المناصب مقسمة، رئيس الأركان يجب أن يكون من طائفة معينة، والدليل على هذا بأنه عندما جاء برئيس أركان من الأخوة الأكراد، وهذا الرجل حقيقة أخرج من الجيش يمكن برتبة ملازم أول ولا ليس لديه إمكانيات، علما بأنه رئيس الأركان يعتبر هو القائد الحقيقي للقوات المسلحة العراقية. أما إذا أردنا أن نتكلم عن شخصيات أخرى داخل هذه المؤسسة فيمكن لنا نتكلم عن قائد قوات الحدود. هذا الرجل يعني لا يمتلك من المقومات شيء، والآن برتبة كبيرة جدا، علما أنه لم يدخل حتى كلية الأركان وتم إعطائه هذه الرتبة. أما بالنسبة هناك مشاكل من ضمن المناطق، منها الألغام الغير منفلقة، ومنها أشكالات كبيرة جدا فيما يخص مسك الأرض، إضافة إلى التحديات التي تقوم الآن من خلال الخلايا النائمة في بعض المناطق المتواجدة فيها. حقيقة هذه تقريبا يعني أغلب المراحل التي مر بها أو التي مرت بها المؤسسة الأمنية العراقية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. أنا أعتقد بأن هناك إشكالات كبيرة جدا في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، وهناك يجب أن تكون هناك حلول حقيقية ومنطقية في مسائل كثيرة، ولكن هذه الدولة أنا أعتقد بأنها وهذه الحكومة هي ضعيفة بشكل كبير جدا، بحيث لا تستطيع أن تواجه الميليشيات التي قال عنها قسم من السياسيين بأنها منفلتة، والقسم الآخر قال بأن هذه الميليشيات أصبحت الآن هي صاحبة القرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق. تقريبا هذه أهم المحاور التي أود التطرق إليها، وشكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا للأستاذ العقيد الركن حاتم الفلاحي على هذا الاستعراض وهذه المعلومات القيمة المتخصصة في هذا الجانب، والتي هي أيضا أثر من أكبر الآثار لهذا الاحتلال، وهي مقصودة طبعا، ما ذكره من معلومات ومن تداعيات ومن انهيار وتفتت وفقدان أمن وغيرها كلها مقصودة، أحد أهداف الاحتلال في تدمير هذا البلد وتفتيته ونشر الفتن فيما بينه. نأخذ استراحة قصيرة إن شاء الله لنبدأ الجلسة الثانية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم في الجلسة الثانية من ندوتنا السنوية التي يقيمها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية غاسام، وهي بعنوان تداعيات 16 عاما من احتلال العراق، الواقع وآفاق المستقبل. هذه الجلسة نتحدث فيها عن تداعيات الاحتلال أو أثر الاحتلال على المحيط الإقليمي للعراق، المحيط والخيارات الاستراتيجية في هذا الموضوع. يحدثنا في هذا المحور الدكتور مرهان كور أغلو، وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية والعلاقات الدولية، وهو أستاذ في جامعة ابن خلدون في إسطنبول، فحياه الله ومرحبا به، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر المركز لهذه الدعوة الكريمة حتى أعطاني فرصة للالتقاء مع الإخوة العرب والعراقيين، ولأجد فرصة لمناقشة بعض الآراء والأفكار التي يعني قد تكون عندي خلال تجربة تركيا وتجربتنا مع الاحتلال العراقي، ومع طبعا علاقة تركيا بالشرق الأوسط بشكل عام. طبعا أنا لست في مقام يعني أتحدث إلى الإخوة العراقيين عن النتائج لهذا الاحتلال على العراق، لأنهم أنتم أصلا يعني أصحاب القول وأصحاب التجربة
ولكن طبعا كوننا يعني نرتبط بالعراق تاريخيا وقلبيا وثقافيا في تركيا وجغرافيا طبعا، كما قال ابن خلدون هي جغرافيا هو القدر، فلذلك لابد أننا تأثرنا من هذا الاحتلال، وهذا نتائج هذا الاحتلال طبعا لابد أن يقيم بشكل جيد. إلى الآن طبعا هذا الأمر يناقش، خاصة الذي حدث في تركيا في قبل احتلال العراق، لما في 2003 واحد من مارس لما كان هناك مذكرة يعني مشاركة تركيا مع القوات الأمريكية أو الدولية إذا قلنا للتدخل في العراق من أجل طبعا قيل هذه الفترة أنه تدمير هذه الأسلحة الدمار الشامل. طبعا موقف تركيا في تلك الفترة كلكم تعرفون كان موقف مبدئي، ولكن كان هناك انشقاق في داخل البرلمان، حتى كان انشقاق في داخل الحزب العدالة والتنمية وفي المعارضة، حيث البعض كانوا يقولون أنه لابد أن يكون لنا يعني وجود في هذا التدخل، لأنه منطقة خاصة على حدود تركيا شمال العراق ووجود هناك بعض التركمان كلها يعني نقول في اهتمام تركيا، فأي شيء يحدث داخل العراق يؤثر مباشرة على الأمن القومي التركي. ولكن وجد نظر آخر أنه تركيا لابد يجب أن لا يكون جزء من هذا الاحتلال بشكل أو من الأشكال، ولابد أن يبقى يعني يعارض الاحتلال، فكرة الاحتلال، ويجب أن لا يكون هناك يعني أي يعني فكرة عند الإخوة العراقيين أن تركيا تخدم الأهداف الاستعمار، وكذلك تركيا لن يكون يعني لن يكون جزء من يعني سبب من أسباب، ولو يكون يعني جانبية لقتل الإخوة العراقيين. طبعا ما حدث بعد ذلك يعني بصراحة صحيح، في الأول أنا أتذكر كان هناك يعني أول احترام شديد لهذا الموقف التركي فمن قبل الإخوة العراقيين، طبعا تركيا دفع ثمنها إلى الآن، تدفع ثمنها في العلاقات مع الغرب، في العلاقات مع أمريكا، عدم الاستقرار على حدود تركيا، وعدم قدرة تدخل تركيا فيما يتعلق بالداخل العراقي، خاصة الشمال العراق، قضية المعروف يعني شبه استقلال الأكراد، وهذا طبعا كذلك تسكين أو استقرار المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا مثل PKK بشكل دائم في شمال العراق، كل هذه طبعا نتائج لهذا الموقف. فلذلك إلى الآن يناقش هذا الأمر. مثلا فرضا لو تدخل تركيا، لو كان تركيا دخل مع القوات الأمريكية بالاتفاق معهم ببعض الضمانات، أنه مثلا لا يسمح للأكراد أن يعني ينتقل إلى جنوب الخط الأزرق في تلك الفترة على الموصل والكركوك. نعم. فهل كان هذا ممكن؟ أو مثلا على الأقل هل كان لتركيا أن يقيم نوع من المنطقة آمنة، الآن نتحدث عن سوريا مثلا، لدفاع عن الأمن القومي التركي، لأنه منذ ذلك الوقت إلى الآن طبعا تركيا دفعت يعني أرواح كثيرة لسبب استقرار ودعم مباشر وغير مباشر لهذه العناصر الإرهابية داخل العراق. طبعا هذا الأمر بعد أن استقر PKK في القنديل وفي بعض المناطق الكردية، هذا طبعا تحول إلى كذلك دعم آخر لبعد طبعا حدوث الأمر الاحتلال سوريا كذلك، أو يعني هذه الأمور التي حدث في سوريا، هذا النوع كذلك خلق بعض المنظمات الإرهابية الأخرى
مثل بي واي دي، مثل داعش في داخل سوريا، وهذا كذلك طبعا انتقل حتى كان يكاد أن يعني يشكل كوريدور إرهابي تصل إلى البحر الأبيض إن لم يكن هناك تدخل تركي مباشر بعد طبعا فترة طويلة. لذلك أستطيع أن أقول أن هذا الاحتلال فعلا يعني صحيح، طبعا أنتم ذكرتم قبل قليل الشعب العراقي دفع ثمن عالي جدا، يعني أنا أستطيع أن أقول أنه يعني العراق كاد يعني يندهر يتجزأ إلى هذه الدرجة، ولكن الحمد لله بوجود على الأقل هذا الشعور الحضاري القوي إن شاء الله الشعب العراقي سيتجاوز هذه المشكلة. بهذه المناسبة أريد أن أذكر لكم شيء يعني حدث معي شخصيا في أعتقد 2008. أنا طلب مني من قبل شركة تجارية أن أقوم بترجمة فورية في أحد النشاطات بين اللغة العربية والإنجليزية. فلما ذهبت إلى المكان في إسطنبول أحد الفنادق، هناك منظمة أمريكية، أعتقد منظمة من أجل السلام بهذا الاسم، كان عنده دورة تدريبية، الحاضرين كلهم عراقيون بأطياف مختلفة، أشخاص من البلديات، أشخاص من الجامعات، أشخاص من بعض المنظمات المدنية. فالدورة كانت يعني هي ما يسمى بمحاكاة فرضية، أنه هناك دولة، هذه دولة تحتوي على غابات كثيرة ولكن تحت الاحتلال، المحتلين هم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وهناك بعض البنوك، الشركات الدولية وحكومة. هذه الدولة كيف سيدار؟ هذه الفكرة الأساسية كان. فطبعا لما طلعت على المشروع بالكامل عرفت أن هذه الدولة طبعا حتى الذي خريطة التي كان وضعها كان خريطة العراق يعني. فالأشخاص الذين حضروا في هذا الاجتماع كان تقريبا يعني 40 أو 50 شخص، كلهم عراقيون وكلهم شيعة. الهدف منها أن يعني يدار هذه المنظومة من الحكومة، من القوات المحتلة، من البنوك الدولية، أنه بشكل، هذه طبعا محاكاة مبرمجة في الكمبيوترات، كل واحد عنده لابتوب، ويعني برنامج متطور جدا يتحدث عن علاقة هذه الحكومة بكل هذه الجهات، يعني كيف مثلا تمول، كيف تقيم الحكومة، يعني كأنه نظام دولة كاملة. طبعا لما سألت كوني تركي لم يلتفتوا إلي، قلت يعني هذا لماذا تعملونها في تركيا؟ قالوا نحن عملناها في العراق بس صار هناك رد فعل من الشعب. فطبعا في تلك الفترة إلى تلك الفترة لم تكن هناك يعني مجال لحصول على التأشيرات للعراقيين إلى أمريكا، وأجبروا أنهم قاموا بها في تركيا. استمر التدريب تقريبا أعتقد 3 أسابيع. أنا طبعا شاركت في اليوم الأول، فقلت لا أشارك، يعني كان عندي عمل، أنا أستاذ في الجامعة. ولكن بعد انتهى التدريب هم دربوا، يعني جاءوا بعض الطلبة من الجامعات على هذا النظام التدريبي. طبعا بعد كلها عرفت أنه فعلا هذا الأمر يعني تحضير أو تجهيز بالدرجة الأولى الشيعة من أجل لما صار هناك حكومات فعلا، يعني أنا تتبعت الحكومات المتتالية بعد ذلك، أن كل هذه لماذا مثلا بعض الأناصر في داخل العراق ناجحين، يعني بين قوسين طبعا ناجحين في إدارة الأمور، والإخوة السنيين فاشلين في الحكومات، في الوزارات كلها. هذا يعني تدبير غربي أمريكي معروف. طبعا كان فيها أكيد عناصر أخرى مثل إسرائيل وكذا. لذلك نحن كأتراك طبعا يعني نشعر أنه فعلا هذا الأمر يحدث في العراق. وكان الهدف في تلك الفترة لتركيا أن يكون لها يد
في تغيير هذه الوضعية. طبعا في تلك الفترة كان اهتمام التركي بالأساس أكثر شيء في سوريا، كان هناك مجال ما زال بين تركيا وسوريا للانتقال السليم من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي. تركيا حيث قدم يعني نقول نموذج جيد في هذا المجال. تركيا كان دولة يحكم فيها عسكر من فترة لفترة، وهذا الأمر تغير مع مع الزمن، وهذه نموذج كان يمكن أن ينقل إلى العالم العربي. كلكم تعرفون قصة ما قبل الربيع العربي وما بعد الربيع العربي. ولكن يعني موضوع العراق بقي موضوع مهم لتركيا، لأنه أولا يعني علاقة تركيا أعتقد أكثر شيء كان في التاريخ مع العراق بين الدول العربية، لسبب طبعا أولا يعني منطقة متحضرة فيها قدرات يعني زراعية وإنسانية كثيرة، هي طبعا يرجع إلى التاريخ الطويل، والقرب كذلك والقرب في الثقافة وكذا، يعني حتى وجود العرب في المناطق التركية والأتراك في المناطق العربية. لذلك يعني أي تركي حساس يهتم بما يحدث في العراق كان اهتمامه كبير جدا، على رأسها طبعا الحكومة في تلك الفترة. كان قبل أول شيء كان مستشار لرئيس الوزراء، بعد ذلك صار وزير الخارجية ورئيس الوزراء أحمد داوودوغلو، وأردوغان نفسه كانوا يهتمون جدا. ولكن الذي يعني ألاحظه إلى الآن قدرة تركيا للنفوذ لما يحدث في العالم العربي ليست في المستوى مطلوب. طبعا هذا يرجع إلى أسباب، أولا هذه القطيعة الذي حدث بين تركيا والعالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى، واتجاه تركيا غربا ويعني تناسيها لما يحدث في الشرق، وكذلك عدم الاهتمام في تركيا في العالم العربي، يعني الرجوع إلى المشاكل الداخلية، مشكلة الدولة القطرية، الدولة القومية، والانقلابات المتتالية، والتدخل طبعا تدخل استعماري، كل هذه هي أصلا عقبات أمام التداخل أو التمازج الحقيقي بين تركيا والمنطقة العربية. أظن أن يعني الحل الأسلم للمشاكل التي تتحدثون عنها هي هذا التمازج والتداخل بين تركيا، على الأقل بين تركيا والعراق وسوريا بالدرجة الأولى. بينما حدث ما حدث بعد الاحتلال العراقي، هذا الوجود الإيراني أعتقد أصلاً هي أصلاً كذلك، أنا أظن أن جزء منها تدبير من الغرب، ولكن جزء آخر كذلك لنكون حنكة الإدارة الإيرانية. يبدو أنهم كانوا يعني مستعدين أكثر على هذا اغتنام هذه الفرصة. تركيا نظر إلى موضوع العراق أولا يعني من باب إلى الآن هذا المبدأ في الخارجية التركية، مبدأ أساسي احترام لوحدة أراضي جيرانها وعدم التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية. هذه كانت سياسة لنقول يعني تركيا، الجمهورية التركية بعد الحرب العالمية الأولى، إن صح التعبير، حتى يعني عدم الالتفات إلى هذه المناطق. يعني اهتمام تركيا في الفترة الأخيرة كان بالدرجة الأولى هي اهتمام اقتصادي أكثر مما هي اهتمام استراتيجي. ولكن طبعا يعني تركيا سرعان ما فهم أن القضية ليس فقط يعني لا يتعلق فقط بموضوع يعني احترام للعلاقات، ولكن هناك بعد استراتيجي مهم جدا. أي شيء يحدث في المنطقة خاصة مع تدهور أو مع سقوط أنظمة ولو كان دكتاتوريات، في النهاية أنظمة هي تستطيع أن تمسك على حدودها، تستطيع أن يعني تسيطر على أراضيها. لما بدأت هذه الأنظمة تسقط، تركيا كان لابد أن يكون جاهز لمواجهة هذه الأمور، وتركيا لم تكن مستعدة لهذا الأمر استخباراتيا ولا حتى سيكولوجيا. الآن نستطيع أن نقول يعني منذ 4 سنوات
أو 5 سنوات صار هناك توجه جديد في الإدارة التركية، لابد أن نهتم بالموضوع أكثر مما هي فقط علاقات اقتصادية تجارية أو ثقافية، هي قضية استراتيجية. وما نقوله يعني نستعمله هذه الفترة الأخيرة موضوع البقاء قضية مصيرية، وعرفنا أن لا يمكن أن نفك مصيرنا من مصير المنطقة. هذه الحدود كلها حدود مصطنعة، أي دولة عظمى يمكن أن تتجاوزها، يمكن أن تغيرها. إلى الآن عندهم قدرة وعندهم حتى عزم في هذا الأمر، وخاصة إذا بدأ الأمر مثلا من العراق، تجزئة العراق، هذا يعني هناك هدف لتجزئة تركيا، لأنه الذي حدث في العراق أولا يعني صعود الطائفية، رجوع إلى يعني العصبية القبلية، ثانيا خلق عناصر مثلا دولة الكردية، هذه دولة لن تقوم على قواعد اجتماعية سياسية تاريخية، هي فقط مصطنعة مثل إسرائيل، ستكون يعني رأس الفتنة في المنطقة، لا يدار من قبل شعبها. لذلك لما انتبه تركيا لهذا الأمر بدأ يراجع نفسها. هناك مشاكل متشابهة عندنا عناصر كردية، صحيح احنا نعتبرهم اخواننا، ليسوا لم يكونوا يعني اصلا هم بقوا مع تركيا حتى لم يطالبوا بتأسيس دولة، نحن اصلا فقدنا يعني الامبراطورية، كل ما تبقى في أناضول كانوا يريدون ان يحافظوا على كيان الدولة، لم يكونوا ينظروا الى قضية قومية او يعني تأسيس ولكن دولة قومية. ولكن بعدما حدث ما حدث في العراق، بعض العناصر في تركيا بدأوا يفكرون بتأسيس دولة كردستان التركية، بعض العلويين ولو أنهم يعني أعداد قليلة بدأوا يطالبون كأنه هناك حقوق يعني محرومة منها، أنه يعني حقوق للعلوية، وكأنهم يشبهون أنفسهم بالعناصر الشيعية في داخل العراق. كل هذه الأمور الاستراتيجية والفكرية والسياسية والأيديولوجية بدأت تظهر في تركيا. الآن تركيا تعاني من هذه المشاكل. طبعا هذا لا يعني لأنه لو ما حدث الأمر في العراق لما كان سيحدث هذا الأمر، ولكن يبدو أن هذه البؤرة أو البذرة كانت موجودة ونحن لم نتعامل معها في التاريخ بشكل جيد. الآن أعتقد يعني تأسيس هذه الكيانات، نحن لنقول أيديولوجيا كنا نقول الذي درس تاريخ الدولة العثمانية أو تاريخ الإسلام كان يعني على الأقل يتطلع أن يكون هناك وحدة أمة، ليس بمعنى وحدة دولة واحدة، ولكن وحدة مثل ما حدث في أوروبا، إزالة الحدود، تبقى الحدود فقط شكلية، وهناك وحدة فكرية، وحدة تعليمية، وحدة اقتصادية، كل هذه ممكنة لأنه يعني تقسيم هذه الجغرافيا غير طبيعية، لا يوجد هناك أي عناصر طبيعية أو فكرية سياسية. ولكن الآن أعتقد أكثر الناس يفكرون في أن على الأقل يعني يبقي يعني الدولة القومية الموجودة، حتى يعني نستطيع نقول أيديولوجية حزب العدالة والتنمية في البداية كانت مبنية على هذه الأسس التي كنت أتحدث عنها، عن الوحدة من جديد والتنمية الاقتصادية واللقاء مع الإخوة العرب بشكل أكثر. الآن حزب العدالة والتنمية بدأ يحتاج إلى عنصر آخر، هي حزب الحركة القومية. هذا الحزب يعني لنقول قومي، يعني عنده يعني لنقول عصبية تركية، هذا لم تكن يعني أصلا من منطلقات حزب العدالة والتنمية، ولكن لأسباب الذي حدث في سوريا، وجود عنصر طبعا كردي إرهابي مدعوم من قبل أمريكا أو عناصر أخرى من قبل روسيا، وتدخل كل العالم في المنطقة، وكذلك يعني صعود تركيا حاول أن تحتوي أو يعني تقنع
الأخوة الأكراد في شمال تركيا أنه لا داعي أن يقام هناك دولة، عندنا مجال لتطوير المنطقة للتعاون، ولكن بعد هذا الأمر طبعا تحول إلى هذا الاستفتاء، قضية الاستفتاء. الآن تركيا بدأ يتجه إلى أن كل سياسة نوعا ما فيها نزعة قومية، هذا مثلا لا يليق بالتطور السياسي التركي. لذلك الآن هذه طبعا كثير من التساؤلات تأتي. في الفترة الأخيرة أنا قرأت مقابلة مع أحد المسؤولين في تلك الفترة في 2003، أحد المسؤولين طبعا هو يعني ينتقد المعارضة في تلك الفترة وكذلك جزء كبير من الحزب العداوة والتنمية لو وافقوا على هذه المذكرة للتدخل التركي مع أمريكا لما كان الأمر بهذه. طبعا هذا ليس فكري، ولكن هذه الفكرة موجودة، أصبحت يعني مروجة. طبعا الآن يعني الآن الوضع الجديد، تركيا كذلك كلكم تعرفون حاول أن يقنع على الأقل الإخوة السنة بشكل كبير أن يكون هناك وحدة سياسية سنية، والسنة يدخلون في العملية السياسية. هذا نجح يعني إلى حد ما، ولكن لم ينجح بشكل جيد، ولكن بعد ذلك فشل. يعني إذن طبعا يعني وكذلك تركيا منذ البداية تقول شيء واحد، نحن ضد المشروع الطائفية. ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ الدولة العثمانية في العراق، تركيا حاول أن تحافظ هذا التوازن بين السنة والشيعة في العراق، وهذا طبعا كان شيء ناجح يعني. ولكن الآن ما نراه الغرب يريد أن يكون منطقة منازعات الطائفية، منازعات القبلية، ترجع إلى حتى ما قبل الإسلام. يعني هذه النزعات القبلية التي يعني لا يضع الإسلام كحل فيها. في ظل هذه الظروف أعتقد الآن تركيا مثلا كدولة أكيد في الساحة على الأقل تحاول أن يعني تحافظ على أمنها القومي من خلال التدخلات في العسكرية في المنطقة، ولكن هذا الموقف الذي منذ البداية موقف أنه دعم التنمية الاقتصادية في العراق هذا كان مشروع تركي، إلى الآن هذا لم ينجح بشكل كبير. بالعكس ما نجح في العراق هي مشروع إيراني لتجزئة شعب وتشكيلة العراق على نظام الطائفي. يعني هذا الاستياء موجود في تركيا. نحن ننتظر أن يكون هناك فترة جديدة من العلاقات وتجاوز هذه النزاعات التي فعلا يمكن أن تشتت العراق في المنطقة، ولكن الحلول ليست واضحة. أعتقد هذا يحتاج إلى حوار قوي جدا بين السياسيين العراقيين والأتراك والمفكرين الأتراك والعرب بشكل عام. هذا الذي يمكن أن أقول يعني بشكل عام عن يعني نفسية التركية في هذا المجال والوضعية التركية، بس من خلال الأسئلة يمكن أن يعني نتطرق إلى مواضيع أكثر. أشكركم. جزاك الله خير، شكرا للدكتور برهان الدين على هذا التقديم أو هذا العرض. ومن خلال عرضي أنا أيضا يعني انقدح في ذهني شيء ربما هو ختمه في آخر كلامه، وهو أنه نحتاج إلى ندوة متخصصة في هذا المحور، وأظن ندوة تكون ليست ندوة إعلامية، يعني ندوة حوارية حقيقية. انقدح في ذهني أنها تكون مثلا بعنوان مبدأ يعني الخيارات الاستراتيجية التركية تجاه المنطقة ليس العراق فقط، لأنه خاصة يعني سوريا والعراق هي مشكلة واحدة، وهنالك كثير من الأزمات المتولدة في البلدين أيضا تهدد الأمن التركي. فربما إن شاء الله نعمل عليها قريبا، تكون ليس ندوة بحثية وإنما ندوة حوارية، تكون ورشة يعني تكون تعطي أفضل نتائج أفضل في هذا الإطار. حقيقة يعني الكل يدرك في العراق أن تركيا قد قدمت الكثير لشعوب المنطقة،
إنسانيا خاصة في الملف الإنساني في سوريا بالدرجة الأساس، وفي العراق يعني بدرجة أقل من سوريا حقيقة. وأيضا موقفها من الرافض للاحتلال رغم وجود الصوت الآخر، ندرك جميعا أنه هذا كلف تركيا هذا الموقف المبدئي، والمواقف مبدئية أخرى بالتأكيد كلف تركيا فاتورة كبيرة. ما يتعلق بهذا المحور إذا تسمحوا لي أيضا في يعني خلاصة سريعة، أيضا أقول أنه المشكلة في أثر الاحتلال على المنطقة عموما هو التخادم الأمريكي الإيراني، مشروعين متخادمين، وهو ليس لم يأتي نتيجة الاحتلال التخدم، بل تبين بالوثائق والتصريحات المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين أن هذا التخادم كان اتفاقا مسبقا، كان هنالك عقد اتفاقية بين الطرفين والموافقة من قبل إيران على احتلال العراق، والتمدد الإيراني في المنطقة ليس في العراق، وانطلق من العراق إلى المنطقة إلى سوريا بدأ، ثم بعد ذلك انتقل ومنها إلى اليمن وغيرها. هذا التمدد الإيراني هو بسبب أيضا وجود فراغ، لم يوجد مشروع عربي مضاد أو يصد هذا المشروع الإيراني، يعني تمدد المشروع الإيراني هو لم يكن من قوته، لم يكن قوة ذاتية، وإنما لعدم وجود ما يواجهه نتيجة الفراغ. ربما يعني نعيدكم بجلسة حوارية كما قلت نجيب على كثير من هذه الأسئلة. كان يفترض أن يكون معنا في أيضا في هذه الجلسة متحدث عن الانتهاكات في العراق، لكن اعتذر في اللحظات الأخيرة لطارئ سبحان الله، ولكن أيضا موضوع الانتهاكات في العراق لا يخفى على الكثير. وأنا قبل مدة يعني طويلة دخلت أو اشتركت في ورشة متخصصة في حقوق الإنسان وفي الانتهاكات، والخلاصة أنه في العراق عقب الاحتلال سواء كان من المحتل الأمريكي بشكل مباشر أو من أدواته الميليشيات الإيرانية أو السياسيين العراقيين، قد ارتكبوا بحق الشعب العراقي كل أنواع الانتهاكات المصنفة دوليا. يعني العراق اليوم يعني يوجد انتهاكات في البلدان الأخرى، لكن العراق يتميز هنا يعني بقضية الانتهاكات أنه جمع كل أنواع الانتهاكات، وأيضا بأعداد كبيرة جدا. هنالك الاعتقالات، الاعتقال التعسفي، وعقب الاعتقال التعسفي هنالك التغييب، تغييب قسري، وهنالك داخل السجون والمعتقلات التي هي كثيرة جدا هنالك التعذيب وانتزاع الاعترافات، ثم محاكمات صورية، ثم إعدامات خارج القانون، وربما إعدامات تعسفية، وربما بعض الجرائم التي هي لم تحدث أصلا حدثت حولها عدة محاكمات لعدة أشخاص وأعدموا جميعا بين فترة. يعني منها نضرب المثال ما يسمى بأكذوبة عرس الدجيل اللي هي أصلا لم تقع هذه الجريمة كما تسمى، مع ذلك اعتقل 3 مرات مجموعات بين سنة وأخرى، يعتقل مجموعة من الناس ويحاكمون ويعترفون ويعدمون، ثم بعد ذلك بعد مدة أخرى يكتشفون أنهم لا ليسوا هؤلاء الذين قاموا بالجريمة وإنما آخرون، فيعتقل مجموعة أخرى وأيضا نفس المسرحية، وإلى الآن الملف مفتوح. الحقيقة ملف الانتهاكات لم يدع شريحة من شرائح المجتمع العراقي إلا وطالته، سواء كان من الأطفال أو النساء أو الشيوخ، الحقوق كلها يعني مسلوبة، حق المعيشة، حق العيش، حق الحرية، لا يوجد شيء اسمه حرية رغم وين الدكتور إدريس قبل قليل كنت أرى الدكتور إدريس، لا شيء اسمه حرية سياسية ولا الإقصاء السياسي معروف يعني هذا الكلام بالمناسبة أنا أكرر ما ذكرته قبل قليل، هذه الكلام هو ليس كلام من خارج يعني ناس معارضين كما يسمون أو مناهضين لها، وإنما كل الذي نتحدث عنه هو يقوله حتى المشاركون بالعملية السياسية نفسها، لكن بأهداف طبعا أخرى. لا يوجد حق تعليم الآن، الأرقام في الأمية وفي التسرب من المدارس وغيرها مهولة جدا، انتشار المخدرات، الأمراض إلى غيرها،
فهنالك مآسي كثيرة ربما يطول الحديث في تعدادها أو ذكر الإحصائيات والأرقام في هذا. في ختام هذا يعني أعتذر ربما إذا رفع أحد يده أو شيء، لكن حقيقة أطلنا الجلسة كثيرا ولم يكن مخططا لمثل هذا الأمر، لكن أشكر أتقدم بالشكر للجميع، جميع الإخوة الحضور على صبرهم في هذه الجلسة ومشاركتهم بالأسئلة والمداخلات. أشكر الأساتذة الباحثين الذين شرفونا بهذه الندوة وما قدموا من أفكار وكلمات فيها. أشكر مركز رسام لاستضافته هذه الندوة. أشكر الإخوة الإعلاميين لتغطيتهم هذه الندوة، وأكرر مرة ثانية الشكر للجميع على هذه المشاركة الطيبة، وحتى لقاءات أخرى نلتقي بكم بإذن الله تعالى على الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.